تحرص مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي على إدخال البهجة للأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك من خلال توزيع اللحوم والهدايا والملابس بالجيزة إيماناً بأهمية التكافل الاجتماعي ودور العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزعت جمعية رسالة للأعمال الخيرية ملابس العيد على أكثر من 8000 فرد، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال وتوزيع حوالي 2 طن من اللحوم على الأسر المستحقة. بننزل عند جمعية معينة، الجمعية دي بنروح لها بنبقى بنعمل فيها استكشاف، بنروح عند كل أسرة، نخش كل بيت نشوف البيت ده معمول ازاي، ايه شكل المباني اللي جوه، هل معمول من الطوب، معمول من اسمنت وهكذا، ونقيم على اساسه البيت. عرضك ساعة الأضحى دوت بيتم فيه مساعدة أكثر من 1600 أسرة، الأسر دي بتيجي تاخد أكثر من 16000 قطعة ملابس العيد، عندنا 2 طن لحوم إن شاء الله يتم توزيعهم على الأسر المحتاجة، ده كله تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا النهارده عددنا 1200 متطوع، احنا النهارده بنبقى مع الأسرة من أول اليوم لحد آخر اليوم، بنستقبلها عند باب الدخول وبنبقى معاها لحد ما تخش تراك اللبس، بنساعدها في إن احنا ننقي الهدوم معاها وبتبقى هدوم كمان جديدة، بعد كده لحد ما نخش على تراك الفرحة أو تراك السعادة بتبتدي إن هي تاخد حلويات من هناك، في معانا مثلا في شاور مكرمشات، في معانا شوكولاتات، حاجات من كده، وكمان بتاخد اللحمه وبعد كده خلاص يعني بتروح بيتها، فاحنا بنبقى معاها من اول يوم لحد اخره. الاسر المستفيده 2000 اسره، الاسره بعد ما بتاخد جولتها يعني وتاخد الهدوم وكده بيجوا هنا التراك في الجزاره وبياخدوا اللحمه بتاعتهم. تراك المجزر ده احنا بنوزع فيه 2 طن لحمه، فهي بتاخد الجزء اللي هو نصيبها من اللحمه، وبعد كده بنروح على تراك الفرح. تراك الفرح ده بنوزع بنهتم فيه اكتر بالاطفال. توزيع اللحوم والملابس وهدايا الاطفال هو جزء من جهود التحالف الوطنية التي تسعى لدعم الاسر المستحقه والى ادخال البهجه على المواطنين خصوصا خلال الاعياد والمناسبات السعيده.